عبد العزيز أمين عام المرأة في حملة كمل جميلك، عايزين نعرف من حضرتك دور المرأة في الحملة كان إزاي؟ والله عايزة أقولك إن إحنا دور المرأة في الحملة فعال قوي، إحنا حد نشيط جدا، حد متواصل مع كل الناس بشكل مش طبيعي، فإن إحنا نسلم استمارات ونوقع عليها الناس، فدورنا حقيقي قوي جدا في الحملة يعني. ممكن تكلمينا حضرتك عن أبرز المحافظات اللي شاركت النهاردة في حملة كامل؟ والله جميع المحافظات النهاردة مشاركة في حملة الفريق عبد الفتاح السيسي، تقريبا ما فيش محافظة ما جاتش، كل المحافظات موجودين معنا النهاردة.